أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. دشن مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع شركة بنفيت رسميا نظام التحويلات المالية الإلكتروني والذي يربط جميع البنوك التجارية في المملكة، بحيث يضمن رفع كفاءة عمليات التحويلات وتحسين فعالية المدفوعات المالية. وسيستفيد من هذا المشروع الحيوي جميع عملاء البنوك التجارية في المملكة، إضافة إلى المؤسسات العامة والخاصة المصدرة للفواتير، بحيث تقدم هذه الخدمات لجميع عملاء البنوك عبر قنوات الاتصالات المختلفة، سواء كانت فروعا أو عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهاتف النقالي البنكية. هو في ثلاث فئات، طبعا الفئة الأولى اللي هي فوري بلس، هذه طبعا الخدمة هذه لتحويل الأموال إلكترونيا في غضون 30 ثانية، طبعا المبالغ اللي تصير من 1000 دينار واقل. وفي الخدمه الثانيه اللي هي اللي هو فوري، حق المبالغ اللي تكون من 1000 دينار وفما فوق، تقريبا يعني نتكلم التحويل راح يصير مرتين في اليوم. اما الخدمه الثالثه فهي فواتير.